خليني اتكلم مع حضرتك استاذه نهاد على فكره بقى، انه هل دلوقتي نقدر نقول انه المراه وصلت لمرحله بقى عندها الثقه في قدراتها، بقى عندها الرغبه في اثبات نفسها في مجال العمل؟ احنا بنتكلم عن الوضع العام، لكن في بعض يعني في بعض الظروف وفي بعض الاماكن بيكون في مشكلات كبيره بتقابلها المراه المعيله مثلا، مش قادره تشتغل او اللي بتتعرض لظروف معينه او كده. احنا شايفين دلوقتي انه مثلا جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بيشتغل يعني بشكل يعني مكثف جدا، وبيتحمل ان هو ياخد بايد السيدات، ده على المستوى اللي هو المراه في الريف والمراه غير القادره. على مستوى بقى، على المستوى الفكري وعلى مستوى الوزيرات في الاداره وعلى مستوى السياسي وتمكين المراه على المستويات الاخرى، يعني هل فعلا احنا مشينا خطوه او تقدمنا خطوه الى او خطوات الى الامام؟ طب فيشك بقى، مش انت قلتي ما بحبش كلمه تمكين المراه وقلتي تمكين المراه؟ اعتذر. لا، هو تمكين المراه او مصطلح تمكين مش معناه ان انا بدي للناس شيء لا يستحقوه، بالعكس انا بأمكن الناس من حقوقها الحقيقيه. واحنا في الاربع سنين الاخيره حصل تغييرات على مستوى القوانين والتشريعات كتيره جدا. يعني هقول لك على سبيل المثال، مثلا انت شديتي العقوبه على الختان، حولتيها من جنحه لجنايه، شديتي العقوبه على التحرش الجنسي، عملتي تعديلات في قانون الخدمه المدنيه، عملتي تعديلات في قوانين الضرائب، عملتي يعني اخر حاجه وخبر كان هايل جدا ان انت سوق المال اصدروا قرار بانه لا تسجل شركه في البورصه الا لما يكون في مجلس ادارتها سيدات، وده اكبر درجه من التمكين المالي والاقتصادي. طيب انا عندي على الورق في حاجات اتحسنت مهمه جدا، طب على مستوى الواقع ما زال عندي تحديات كتير، تحديات في ثقافه المجتمع اجمالا، ودي ليها علاقه مباشره بمناهج التعليم. انا مش ممكن اقعد ادين ان انا عندي ثقافه جت وافده من الخارج خلت الناس تبص على المراه باعتبارها من الدرجه الثانيه، وانا عندي مناهج محتاجه ابص عليها. مناهج التعليم في مصر لا تعلم الاولاد والبنات مهارات الحياه والمشاركه الحقيقيه، هي مناهج مبنيه على التلقين. انا يعني عايزه اقول لحضرتك احنا عندنا ما يشبه النكته، وارجو ان وزير التعليم يبقى سامعنا، احنا رابعه ابتدائي بيدرسوا تاريخ فرعوني، خمسه ابتدائي بيدرسوا اسلامي، سته ابتدائي بيدرسوا ايه؟ حديث من اول محمد علي وانت نازله. طب اولى وثانيه وثالثه اعدادي فرعوني اسلامي حديث، لما سالت الوزاره اصله بتوسع شويه، طب تمام. الولاد اللي داخلين ثانوي اللي داخل بقى قسم الادب وبيدرس بيدرس نفس الكلام، ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه هذا الكم من الحشوه والتكرار؟ تبصي على مناهج العربي، شعراء ما انزل الله بهم من سلطان، ما اعرفش جايبينهم منين، احنا كنا بندرس المتنبي وكنا بندرس حاجات مهمه، يعني ما ندرس للولاد في المدارس نزار قباني ويوم ما درس لهم واحد فلسطيني ادرس اسم مجهول وشعر ركيك جدا، الولاد ما بيعرفوش البلاغه، ما بيعرفوش حاجات كتيره، ما فيش مهارات تخليه هم في المدرسه. لما كبسنا المواد دي كلها فلغينا الموسيقى ولغينا الالعاب، ودي الأنشطة اللي بتخلق شراكة، إن الولد والبنت يشتغلوا مع بعض في المدرسة على إنهم شركاء، فيطلعوا في الشغل على إنهم شركاء، فيطلعوا في الحياة على إنهم شركاء. دي حاجة. الثقافة دي الناس تقول لك إيه؟ دي أجيال. لا، ده قرار سياسي. لو إحنا قررنا إننا هنغير ثقافة هذا المجتمع هلاقي مناهج الجامعة ومناهج المدارس مختلفة. طب عندي قوانين سيئة جدا زي قانون الأحوال الشخصية، من أسوأ ما يمكن. لما نيجي نبص عليه وندرسه، يعني في كلام حوالين ان البرلمان الدوره دي في دور العقد القادم هيناقشوا، طب بيناقشوا باي وجهه نظر؟ بيناقشوا بطريقه مجتزئه وما بيبصش للاصول. لو بصينا على مدونه الاسره في المغرب مثلا، هو دخل في عمق فكره الشراكه ان الاسره مبنيه على شركاء. أنا لما رجعت كل المشروعات المقدمة جوه مجلس الشعب واللي المفروض إنها هتتناقش، هي لم تدخل على مساحة إن إحنا شركاء في إقامة المنزل، وإنما متبنية الفكر التقليدي القديم اللي فيه حط من مكانة المرأة وفكرة إنها لازم تبقى تابع. النهاردة عندي تعديلات تشريعية مهمة جدا، ومع ذلك أنا لسه عندي راجل يروح المحكمة حتى لو مراته وزيرة ياخد امر على عريضه من قاضي ويمنعها من السفر. تخيلي، ده بالقانون. فانا لسه عملت انجازات مهمه
لسه محتاجة أكمل شوية الحاجات اللي فيها. أعتقد إنه الدولة دلوقتي ماشية في اتجاه إن هي تعالج هذه الأمور وتسير فيها قدما.